اليوم في الصفحه الرسميه ديال فريق الرجاء الرياضي، الكونسنتراسيون اللي كاينه، المباريات الوديه واخبار اخرى كتعلق بالنصور الخضر مع ايوب البصري. ايوب مرحبا. الجديد ديال الفريق الاخضر اللي افتتح جديد موسم جديد بزاف ديال الواجهات اللي كاينه، فبدايه نتكلموا على الواجهات، فابار البطوله وكاس العرش والدور التمهيدي الثاني اللي غيلعبوه الرجاء في المنافسات ديال دوري ابطال افريقيا، فغيلعبوا مباراه السوبر. فكاين بزاف الناس تسالوا على مباراه السوبر، حيت بعض الصحف المصريه تكلموا على تاجيل ديال المنافسه ديال كاس السوبر اللي كان خصو يدار نورمالمون في المنتصف ديال هذا الشهر، هذا شهر 9. اتصلنا بناس ديال الرجاء اكدوا لنا ان اخر مراسله كانت ديال لاكاف فيها الرجاء سولو واش تاجل ولا ما تاجلش، الجواب ديال الكاف سنا وحده نعطيكم من بعد التاريخ المحدد. اذا هذا الجواب ما فيه لا نفي لا تاكيد لتاجيل مباراه السوبر، الامر اللي خلى اننا نقولوا او نجتهدوا شويه ونقولوا انه غالبا كان غادي تاجل هذا السوبر. كاين حتى يعني منابر اعلاميه كما قلتي يعني خارج المغرب كيتكلموا على انه البطوله العربيه يعني يمكن حتى هما الاتحاد العربي طالبوا من الاتحاد الافريقي باش انه ياجلها ويخلي مساحه فين يتلعب يعني هذه البطوله العربيه. يعني كاين بزاف ديال المعطيات كتقول هذا الكاس وهذا الفينال ديال الاهلي والرجاء الرياضي ممكن يتاجل بواحد النسبه كبيره. نسبه كبيره ما يبقاش في شهر 9، غادي يكون النهايه ديال شهر 12 هي مصلحه الاهلي المصري. الاهلي المصري في ظل انهم الموسم سالى غيكون اول ماتش ديالهم في الموسم هو الماتش ديال السوبر، عكس الرجاء اللي يمكن تكون لعبات ديجا مباراه في بطوله، والرجاء اللي ما توقفوش في الصيف لعبوا نهائي عربي. سولنا الناس ديال الاهلي المصري حتى ما توصلوا بشي حاجه رسميه، اكدوا لنا حتى هما انهم ما توصلوا بشي حاجه رسميه ولكن نفس المعطى. فالامر كيبقى ما بين لاكاف ما بين اللجنه المنظمه في قطر، يمكن هي اللي اقترحت انه يتم تاجيل. ملي غيتم التاجيل ديالو اوفيسيالمون فغيتعلم به كل من فريق الرجاء الرياضي بصفته بطل الكاف والاهلي المصري بصفته بطل ديال المنافسات ديال دوري ابطال افريقيا. اذا الرجاء واجهات عديده، وايضا امر اخر توصلنا به هو اصرار ديال الاتحاد العربي على مشاركه فريق الرجاء الرياضي في البطوله العربيه النسخه المقبله، في ظل انه حامل اللقب وظل انهم باغيين يشارك. ما كاين واحد الاشكال هو ان القانون المحلي ديالنا فكيمنع ان فريق يشارك في جوج منافسات خارجيه في وقت واحد. كان خرج هذا القانون قبل سنه تقريبا بعد ديك البوليميك ديال كثره المؤجلات اللي تخلقات بالاخص الرجاء والوداد باش لعبوا الشامبيونز ليغ ولعبوا ايضا الكاس العربيه عام 2020. فطلب كاين من جهه وايضا كنعرفوا القانون كاين من جهه اخرى. ننتظروا هذا الفيلم هذا فين غادي يوصل بين الرجاء الرياضي وايضا الاتحاد العربي، واش الرجاء غيشاركوا عربيا ولا لا، في ظل الاصرار ديال الاتحاد العربي على مشاركه فريق الرجاء الرياضي. هذه من ناحيه ديال المشاركات ديال الموسم المقبل. امر اللي كنغيو نوصلوا للمستمع الكرام انه كاينين واجهات عديده، اذا من لازم فريق الرجاء الرياضي يكون واجد لها، في ظل انهم مشاو بزاف ديال لي بيلي اللي ديجا تكلمنا عليهم بشكل كبير وابرزهم رحيمي وبين مالونكو. بالنسبه للمعسكر اعدادي الرجاء، الرجاء من يوم الاربعاء فهما يعني من البارح فهما كاينين في مدينه مراكش، فهما كيبريباريو معسكر اعدادي مغلق في مدينه مراكش، حصص صباحيه مسائيه، وهذا اول معسكر يقوم به لسعد الشابي مع الطاقم ديالو، في ظل انه ملي التحق بالرجاء التحق اون بلان سيزون بقى كيلعب لي ماتش. هذه المره اول مره فهو جاء باش يدير معسكر اعدادي، غتكون مباراه وديه غدا ان شاء الله في مراكش امام فريق اولمبيك اسفي. الرجاء غيقلبوا انهم يلعبوا مباراه وديه ثانيه، لو كانت غادا تلعب الحد، لو ما كانت فاوتوماتيكمون الرجاء من بعد المباراه فهما غيرجعوا لكازا ويدخلوا الاعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد وانطلاق مباريات البطوله الوطنيه في انتظار البروغراماسيون ديال اول الجولات. الاجواء احسن ما وصلنا، اجواء مزيانه اللي كاينه في المعسكر الاعدادي بحضور جميع اللاعبين باستثناء الدوليين، فكاين غياب ديال عبد الاله الحافظي اللي كاين مع المنتخب الرادي، فايضا زنيتي مع المنتخب الاول، بعض اللاعبين ديال الفئه ديال U23 اللي هما كل من اللاعب سبور، ايضا مجموعه من العناصر اللي حاضره مع هذه الفئه طه الاشبيلي، كلهم حاضرين مع الفئات السنيه ديال المنتخب الوطني المغربي، الامر اللي منع الحضور ديالهم. كاين بعض اللاعبين التحقوا شويه بشكل متاخر، منهم عبد الاله مذكور فك عرفنا انه داس في اللجنه التاديبيه، فضل انه كان حسب ما وصلنا انزعج من رفض الرجاء للعرض ديال ستراسبورغ، امر اللي خلاه انه انزعج بعض الطريقه اللي ما عجباتش المكتب الوصي الرجاء اللي دوزوا على اللجنه التاديبيه، فاللجنه التاديبيه استمعوا ليه، القرار مازال ما خرجش مي اوتوماتيكمون خلاه انه التحق بالزملاء ديالو، فضل انه مهم بالناحيه التقنيه، فضل انه كما ذكرت الظهير الايمن الاساسي في تشكيلات الرجاء. اذا مذكور داس في اللجنه التاديبيه ولكن التحق بالزملاء ديالو في مراكش. سيلا فهو غادي يلتحق بدوره، فهو دار لي تيست لاعب اللي وقعوا ليه من فريق ديال تينكيت السنغالي، فهو غيلتحق بالمعسكر الاعدادي في انتظار ان احداد ايضا يتدرب مع بقيه اللاعبين. احداد كان سال الموسم عطل شويه مع فريق الزمالك المصري وكان لازم انه واحد فتره الراحه
شويه اللاعب حميد احداد، بقيه اللاعبين فهما كلهم كاينين كلهم حاضرين. وكانت واحد الندوه تقديميه ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي، وكانوا فيها تصريحات ديال بعض العناصر ديال فريق الرجاء الرياضي. ابرز هذه العناصر جمال حركاس، حركاس اللي وقع من فريق المولوديه الوجديه، جمال حركاس اللي كيلعب في لاكس ديال لا ديفونس، واللي كانوا الرجاء بشحال هذه متابعين هذا اللاعب باغيين يوقعوا ليه، في الاخير فهو وقعوا ليه بشكل رسمي. سمعوا جمال حركاس كما قلت يا ايوب، يعني التصريح ديالو الموقع الرسمي لفريق الرجاء الرياضي. الشعور ديالي انا جيت سعيد وفخور بهذه المجموعه اللي كاينه، وكنتمنى نقدم اضافه ان شاء الله اللي ملزم عليا، وما علينا غير العمل ان شاء الله باش نحققوا ذاك الشيء اللي بغيت. غير الرجاء الجداوي لانه فريق كبير، وغاني التعريف يعني بالالقاب ديالو، علينا ان شاء الله غير نزيدوا نخدموا باش نزيدوا نحققوا القاب كثيره ان شاء الله مع الفريق. إذن جمال حركاس اللاعب سابق فريق مولودية وجدة والحالي لفريق الرجاء الرياضي، اللي بدا يعني الشعور والسعادة ديالو بالالتحاق بفريق الرجاء الرياضي. كانت لاعبين ميليو تيران من بوركينا فاسو، أيضا كان تقديم لاعب اللي حسب وصلنا دار صدام متميز في المباريات الودية والمباراة الودية مع ليزمو وفي البريباراسيون ككل، اللي هو اللاعب اللي هو صوفيا الأزهري، لاعب اللي وقعوا له الرجاء من الرشاد البرنوسي، وعطى واحد انطباع جيد في المباراة الأولى، لاعب كيلعب كجناح أيسر ولا أيضا كصانع العاب، وجمهور الرجاء كينتظروا منه شيء كثير، حيت جمهور الرجاء كيتفائلوا بزاف بالرشاد البرنوسي لان تالق فيها السفري خوباش باركي واسماء عديده للغايه. استمعوا لسوفيا الازهري ميليو تيران الجديد الرجاء القادم من رشاد البرنوسي. انا جيت هذا الفريق هذا الا وانا حاسب المسؤوليه، حاسب التوني اللي خديت، جيت سعيد وفرحان بالالتحاق ديالي في فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق القلب، اللي فريق كنبغي من منذ الطفوله ديالي. يعني صوفيا الازهري اللي فرحان يعني من صوت ديالو فرحان فعلا، ماشي ساهل انها غتمشي مباشرات طلعت تلعب من البرنوسي للرجاء، في الرجاء الرياضي تلعب على وجهات اخرى. فنتمنوا له التوفيق، ونتمنوا كنفرحوا ان كاع اللاعبين اللي كيكونوا من اقسام الهواه مثلا كيطلعوا ليكيب، او راه عنده خير مثال الفريق اللي فيه، راه فيه ابو شروان كادجوان دار نفس الباركور، الحفيدي معاه كذلك دار نفس الباركور، وبزاف ديال اللاعبين نتمنوا له ان شاء الله التوفيق. هذا الميركاتو اللي فينا وللرجاء، ديجا ذكرنا الاسماء بشكل دائم، حفظهم جماهير كوياتي والبقيه الناهيري الى اخره، فمازال الرجاء عندهم بعض لي بيست اللي باغين انهم يوقعوا لهم. الرجاء عينيهم على جوج لاعبين اجانب، واحد يكون ليكيب ا وواحد يكون اونتر ليكيب ا وليكيب اسبوار، انه يتقيد مع الفريق الامل مي او ميم طون يلعب مره مع الفريق الاول. موسم اللي كما عرفنا يعني اللائحه ديال اللاعبين الاجانب ولات فيها خمسه ديال اللاعبين، تقدر توقع الخمسه ديال اللاعبين الاجانب ابار كونوا في التيران، وتقدر تزيد واحد مثلا بوحده مع فئه الامل يكون اقل من 20 سنه. الرجاء الامر اللي خلاهم انهم مشاو لدو بيست، البيست الاولى هو اغوستين اوكرا، هذا لاعب غاني كيلعب في فريق في غانا، هذا اللاعب هذا اللي كان كيلعب في السودان واحد الوقت، اللي شويه الجمهور غضبوا من الصفقه لانه لقاو انه ديجا كان تعرض لكسر مؤخرا، فلاعب هو متميز عنده 27 سنه ولكن هذا الكسر شويه صعب مأمورية، الامر اللي خلى الرجاء دوزوا على مجموعه من الفحوصات الطبيه تيتاكدوا على باش يسينيو ليه الكونترا، تاخر الامر شويه، استناو الفحوصات الطبيه من عند اختصاصيين في الاصابه، نوعيه الاصابه ديالو، وعطاو الاوكي الرجاء، فالرجاء غادي يوقعوا ليه بصفته صاني العاب، فهو مصر عليه الشبيب بدل انه صاني العاب كيلعب 10، هو باغي شي واحد يكون بونشوش لعبد الاله الحافظي او يلعب هو عبد الاله الحافظي. اذا اغوستين اوكرا الى تعطى الاوكي فغيوقعوا ليه، ما تعطاش غيمشيو لبيست اخرى في لعيب اجنبي. بالخبر اللي عندنا هو لاعب من انغولا، لاعب سميتو زيني، ملقب زيني واسماء طويله، انغولا عنده 19 سنه، هذا اللاعب زيد في 2002 كان هداف المنتخب ديال انغولا قبل سنتين في كاس العالم ديال الكادي ديال الايديسات، وملي رجع من ديك لاكوب ديمون طلع ليكيب ا فريق متمرس بحال بريميرو دي اغوستو، والعام اللي فات رغم صغر السن ديالو لعب 20 مباراه مارك 11 بيت، كيلعب افون سونتر، فكان بيس ديال مجموعه من الانديه في شمال افريقيا، فالرجاء فهما ربطوا اتصال بهذا اللاعب، وغالبا غيكونوا الصفقه المقبله الفريق الرجاء لو اتفقوا فينالمون معاه ومع الفريق ديالو، لاعب اللي يمكن انهم يدفعوه لفئه الامل وبقاو يعتمدوا عليه، لاعب اللي فيه متر 81، لاعب كما قلنا واعد وجاي مزيان وعنده لي كاليتي، هذا لاعب زيني، هذا لاعب من انغولا، هذا كيبقى بيست اخرى الفريق الرجاء الرياضي. والبيست المهمه اللي مازال الرجاء ما فاكينش عليها هي ديال نوفل الزرعوني، رغم الرفض المستمر ديال الفتح الرياضي، فالرجاء دائما كيرجعوا بعرض جديد، واحسن ما وصلنا فالرجاء يبقاو مقاتلين على هذيك الصفقه حتى اليوم الخميس لنهايه الميركاتو والمصادر ديالنا، يعني يبقاو مع الفتح الرياضي حتى الاخر لحظه، محاولين اقناع المكتب ديال الفتح الرياضي ببيع اللاعب، وغيحاولوا ايضا يضيفوا لاعبين، حيت الطاقم التقني الرجاء عطاه بالاسم كبديل للرحيم، يعني الزرهوني بالاسم كبديل للرحيمي، والرجاء كيحاولوا انهم يوقعوا ليه مستغلين ايضا رغبه اللاعب في التوقيع، ولكن ايضا في الفتح الرياضي عنده تا هو عنده المشروع ديالو، تا هو المشروع ديالو عنده موسم تا هو خصو يجيريه، وتا هو عنده اولويات، تا هو غيبغي يحافظ على الزرهوني رغم رغبه اللاعب في الرحيل. هذا بيس غنبقاو متبعينه حتى الخميس اللي جاي
بين الزرهوني وفريق الرجاء الرياضي. اخر نقطه غنتكلم عليها في الجام العام اللي نورمالمون غادي يدار ديجا يوم 14 سبتمبر، ما بقاش ليه حتى شي حاجه كثيره، فبقي لي تقريبا اقل من جوج اسابيع، فغالبا يقدر يمشي للتاجيل حيت المنخرطين او مصرين ان هذا الجام العام اللي مهم الرجاء حيت فيه جوج مواسم وفيه تغيير جذري في الرجاء، فمن لازم انه يدار حضوريا. السلطات المحليه فهي رفضات سواء في كازا ولا بوسكورا انها تعطي الاوكي باش انهم يكونوا الجام العام حضوري، الامر اللي خلى البعض من المنخرطين كيتوقع حسن وصلنا ايضا انه يمكن الجام العام يتاجل حتى يدار بشكل حضوري، ما يدارش ا ديستونس في هذا النوع ديال النوعيه ديال الجموع العامه في الظرفيه ديال الظرفيه الوبائيه فعلا التجمعات، وحتى الاهميه الجام العام كيفرض انه تكون حاله وبائيه مزيانه باش يدار، امر اللي خلى نص مع هذا الطرح وخلى نص اخر فهو مقلق من هذه الناحيه، باغي ان يدار الجام العام في اقرب وقت ممكن باش الراجل ما تبقاش غاده دائما بلجنه مؤقته، خصوصا في البدايه ديال الموسم ورغم انه مشكورين اللجنه المؤقته انهم جيروا ما يمكن انك تجيري فتره ما كانت سهله الفريق الرجاء الرياضي. يمكن هذو هما اهم الاخبار اللي كاينين ديال الرجاء، رجعوا نواصلوا من بعد. في الختام فتهنئه لدريس اليماني مصور فريق الرجاء الرياضي، وتحيه للناس المصورين ديال الانديه تما كيديروا عمل كبير للغايه، ولا راك ديبلاسيتي دريس اليماني يعني من المصور اللي عزاز على كاع الصحفي، تحيه لدريس اليماني زاد عنده الزياده كنباركوا ليه ويكبر في عزه ان شاء الله، وتهانينا ليه والاسره الرجاويه ايضا الصغيره وايضا الكبيره، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق الرجاء الرياضي فيما هو مقبل في موسم جديد في تحديات جديده يونس. شكرا ايوب البصري، اذا كانت مراسله فيها كل المعطيات كتعلق فريق الرجاء الرياضي، الكونسونتراسيون، تقديم اللاعبين، الاسماء اللي ممكن انها تجي في هذه المرحله ديال الميركاتو، مرحله الانتقالات الصيفيه اللي مازال متواصله حتى نهار 9 من هذا الشهر.